بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة نواب الشعب، الأخوة أعضاء مجلس الشورى، الأخوة قيادة المؤتمر اللجنة العامة، الأخوة قيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، الحاضرون جميعا، اسمحوا لي في البداية أن أقدم الشكر والاعتذار لمجلس النواب وعلى وجه الخصوص أولئك الأمراض والمشلولين الذي حضروا هذه الجلسة. نحن ممنونين، وأنا أتحدث باسم المؤتمر، لهذا التفاعل الإيجابي والرائع والحماس لدى المؤتمريين والمؤتمريات. هذا إنجاز تاريخي عظيم، انعقاد مجلس النواب لمباركة الاتفاق الذي وقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، والذي أتى بنقلة نوعية إلى الأمام في إيجاد شرعية دستورية لمواجهة العدوان، شرعية مواجهة العدوان السافر البربري الغاشم على شعبنا اليمني الذي طال أكثر من سنة وسبعة أشهر. نحيي أولئك البرلمانيين ونحيي كل المؤتمرين في كل مكان على الثبات والصمود في مواجهة العدوان، عدوان سافر غير مبرر، ومباركة دولية أممية. أطفالنا يقتلون في صعطة وفي عبس وفي تعز وفي سنبان وفي ذمار وفي المخا وفي صنعاء وفي مارب وفي عمران وفي كل مكان وفي زبيب، يقتلون في كل أنحاء الوطن. نحيي هذا الصمود الرائع، ونؤكد أننا سنقدم ضحايا تلو الضحايا، سندي لهم وجبة واحدة. 1.5 مليون مولود، 1.5 مليون مولود إن شاء الله، تعويضا على من رحلوا من أطفالنا ليقوموا يواجهوا العدوان، عدوان بربري غاشم. أنا ما قصدت غباء هذا العدوان، كل الحروب في كل مكان في العالم لها صبغتها ولها حيثياتها، هذا غباء خالص. يقولوا يتعلموا الحلاقة في رؤوس القضعان، أنتوا لكم سنة وسبعة أشهر إيش تحققوا؟ انزلوا على الأرض، تعالوا على الأرض، ونحن نرحب بكم بأخشامها. وانتو تعرف يا اخشام بنادقنا ما عندنا طائرات، دمرتوها، والبحرية حقنا ضربتوها، ولكن بنادقنا على اكتافنا ورؤوسنا على الاكف. الشعب اليمني اكثر من 27 مليون لن يقهر، لن يقهر على الاطلاق، رغم هذا التحالف الدولي الكبير. شيء انا امشي مرفوع راسي ومرتاح الضمير أننا وشعبنا اليمني العظيم نواجه هذا العدوان الصلف بكل إمكانياته، من طائرات ومعدات وآليات وأموال وإغراءات وشراء الذمم في المنظمات الدولية. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد احنا مش زعلانين من العدوان، من الذي تحالفوا هذا كل شيء بثمنه، الذي تحالفوا كل شيء بثمنه، مدفوع ثمنه مقدما، مش مشكله. مشكله في المنظمه الدوليه، هذه المنظمه التي لا هشت ولا نشت، تبارك العدوان اطفالنا يقتلوا ما حتى تنديد او بلاغ او بيان يصدر عن المنظمه الدوليه الممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وأمين العام بان كي مون.
طيب انتوا بس اثرتوا قرار 2/2/16 ودخلتوا اليمن تحت البند السابع. ما هي الحيثيات يا مجلس الامن يا امم المتحده؟ ادولنا حيثيات قانونيه مقنعه ان انتم دخلتونا تحت البند السابع. ليش؟ واثرتوا قرار 2/2/16. احنا استبدلنا قراركم واستبدلنا الاتفاقيه الخليجيه وحفرنا لها حفره طويله ودفناها. دفناها بدماءنا. دفناها بدماء اطفالنا ونسائنا. دفناها دفناها ليش؟ كنا نرحب باتفاقيه مجلس التعاون الخليجي وهي من صنعنا، على فكره انا ساتحدث عن المبادره الخليجيه هي من صنعنا، ما حد صنعها، مش مجلس التعاون الخليجي. عشان تكونوا فاهمين والعالم الاخر يفهم. احنا بلورناها. واحنا صغناها. والذي صاغه الله يرحمه الدكتور عبد الكريم الدرياني قد توفى، وباقي الدكتور ابو بكر القربي يعطيها الله العافيه، هو من صاغوا هذه المبادره وسلموها لمجلس التعاون الخليجي كمخرج، مخرج للازمه 2011، ما يسمى بالربيع العربي. قلنا ادوا مخرج نتجنب اراقه الدم الذي نحن فيها الان. كانت المبادرة من صنعنا. نتجنب إراقة الدم اليمني. وقلنا هي مبادرة خليجية، وطبلنا وزمرنا للمبادرة الخليجية، ولا معاهم شقطة فيها. هذا هي المبادرة الخليجية. طيب. المبادرة الخليجية جاءت بحرب 26 مارس 2015. تجول طائراتهم في كل أنحاء اليمن. ويقصفون المدن والمصانع والمستشفيات والمدارس. ليش؟ ما هو اليمن تشكل خطر على امنكم القومي؟ نحن نتحمل المسؤوليه. لا نشكل خطر على الاطلاق. قلت نحن حلفاء مع ايران. ما احنا حلفاء، ايران دوله اسلاميه، دوله شقيقه. وتحدثنا قبل هذا الكلام، كنت أتمنى أن إيران تمدنا بالعون الاقتصادي والسياسي والعسكري، ونحن نرحب، لكن ما تمشي. مش عيب، كيف أنتم تتعاملوا مع إسرائيل وأمريكا ونحن عيب أن نتعامل مع دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط اسمها إيران؟ كيف انتم يحق لكم ان تتعاونوا مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحده الامريكيه ومع كل المرتزقه في العالم ضد الشعب اليمني؟ ما هي الجريمه الذي ارتكبها الشعب اليمني بحق جيرانه؟ ما احنا جيران مع اخواننا في سلطنه عمان، ليس بيننا وبينهم ما يسيء الى العلاقات، علاقات على خير اضراب، وهي المنفذ الوحيد الان للشعب اليمني لخروج المرضى والجرحى الى العالم الخارجي عن طريق سلطنة عمان. اما طائرتنا التي تعبر عن طريق بيشة فهي تتفتش في بيشة بدون وجحك، وفي مطارات الاردن الشقيق. فتشوا نساءنا واطفالنا يا عيباه يا عيباه يا عرب يا عيباه يا عرب، فتشوا نساءنا في مطاراتكم. أين العروبة؟ أين النخوة؟ حاربوا حروب الرجال واكبروا ونديها من أخشامها. بنادقكم معاكم وطائراتكم معاكم واحنا معانا ذي معانا. اكبروا بكبر الأحداث. تدمر الشعب اليمني ليش؟ ما هي الجريمة اللي ارتكبها؟ والفين نحن قاتلنا من عام 1962 حتى عام تبوك، ونحن في عدوان مع الشقيقة الكبرى. حاربتنا في عام 1934، مش جديد. حاربتنا في عام 1994، مش جديد. دولة عدوانية
دولة عدوانية للأسف الشديد، ما كنا نريد لها أن تكون بهذا الشكل وأن تحمل هذا العداء لهذا الشعب اليمني العظيم، شعب الإيمان والحكمة، الشعب الصابر والصامد. تحملوا له هذا الحب ليش؟ ما هو السبب؟ ايش السر يا اخي؟ اذا لك حسابات معينة مع الدولة الإسلامية الكبيرة إيران، لك حدود بحرية معها، تفضل. ليش تضربنا في ساطة وفي حجة وفي الجوف وفي مارب وفي تعز وفي البيضاء في عدن في لحد في حضرموت؟ ليش؟ ايش؟ ما هو السر؟ هكذا بس، لانه شعب قوي، شعب شجاع، شعب لا يخاف، يواجه الدبابة بالكلاشينكوف. هذا هو الشعب. صار لنا سنة وسبعة أشهر، نديكم سبع سنوات، نديكم 17 سنة نتقاتل احنا وانتم، مش عيب، انتم ذي عتعبوا، احنا ما نتعب. احنا اليوم الذي نشوف فيه سلام، ما فيش طلعات جوية وقصة على بلدنا، ما ننامش، لكن عندما تجي طلعاتكم الجوية ننام. ننام ونأمن. لكن اليوم دي ما عندكم طلعات جوية ما ننام، نعمل لها حساب. على كل حال أهني وأبارك لمجلس النواب، وأنتم سندا وقوة يا مجلس النواب، يا مجلس الشاري، وكل القوسين سندا للمجلس السياسي الأعلى الذي يمثل اليمن. وأحيي المسيرات التي بتقام في كل المحافظات، وإن شاء الله يوم السبت ستكون عندنا المسيرة الكبرى، وهي أكبر مسيرة ستكون إن شاء الله في ميدان 70، تحت شعار الجمهورية اليمنية، تحت شعار الجمهورية اليمنية، لا أعلام ولا أعلام حزبية، علم الجمهورية اليمنية. إن شاء الله نتوفقوا اللجان التحضيرية بالإعداد والتجهيز لهذه المسيرة الكبرى التي ستؤيد وتدعم المجلس السياسي الأعلى. هذا هو المجلس السياسي، اعتبروه منتخب انتهى. لو نزلنا الآن استفتينا على عبد الربو منصور، هذه استفتاء لمدة سنتين، وأملينا له الصناديق على أساس نتجنب الحرب. هذا قدم لنا آلاف الصناديق تأييد للمجلس السياسي الأعلى، فهو مجلس شرعي، مجلس شرعي. نتطلع إلى الإخوة في المجلس السياسي الأعلى أن يسرعوا بتشكيل الحكومة، تشكيل حكومة تعد وتحضر، تشكيل حكومة تعد وتحضر لانتخاب مجلس نواب ورئيس دولة ومجالس محلية. هذا الإعداد الذي ستعده الحكومة الجديدة. كلنا نشتي نقع وزراء، ما فيش واحد منكم ما يشتيش وزير، سبحان الله، ولا حد منكم بنفس تركن نفس الطرف على الإطلاق. كونوا متواضعين، كونوا متواضعين، واتركوا الخب لخبازة، اهدئوا، اهتموا بمجلس النواب، اهتموا بالسلطة المحلية، اهتموا بانتخابات رئاسية. الحقائب 30 حقيبة، 26 حقيبة، كم ندي لكله؟ كل واحد يشوف يكون هو وزير. اهدئوا، كونوا متواضعين، وان شاء الله يختار المجلس السياسي الاعلى حكومة موفقة، ونحن ندعمهم ونقف الى جانبهم، الى جانب المجلس السياسي الاعلى الذي يمثل اليمن في سياسة الخارجية والداخلية. نحن معكم وإلى جانبكم دعمي. مجلس النواب هو السلطة التشريعية، هو السلطة الرقابية. إن شاء الله يتوفق المجلس في جلساته القادمة بأن يتوخى ويتلمس هموم كل المواطنين سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا،
ويوصوا بها المجلس السياسي الأعلى، وبدور المجلس السياسي الأعلى سيوجه الحكومة الذي سيقوم بتشكيلها إن شاء الله. نحن ندعو للمجلس بتوفيق إن شاء الله، وسنكون كلنا عونا في مؤسساتنا الحزبية. مسيرة إن شاء الله يوم السبت، مسيرة حافلة وحاشدة وعظيمة إن شاء الله لتأييد للمجلس السياسي الأعلى، وندعمه على الخطوات التي سيقدم عليها، خطوات أكيد ستكون مدروسة، غير انفعالية، غير مقاسمة، غير محافظة الحصص. أم باكون أم باكون، لا، اعتمدوا على الكفاءة والقدرة لتلك العناصر التي سيتم تعيينها في أي مكان. طبقوا النظام والقانون، طبقوا الدستور ومفرداته، دستور الجمهورية اليمنية المستفتى عليه، وإذا حد له ملاحظات يغير مواد في الدستور إن شاء الله في المجلس القادم، مجلس النواب من حقنا نعدل ونغير، من حقنا ما بيش مشكلة، مش قرآن. ندعو للحوار، الحوار السياسي المسؤول مع كل أبناء المجتمع اليمني دون استثناء، وإن شاء الله الإخوان في المجلس السياسي الأعلى تقريبا أنا سمعت والله أعلم أنهم سيصدروا قرارا أو مرسوما يعلنوا فيها العفو العام لكل القوى السياسية الذي في الداخل والذي في الخارج، وهذه خطوة إيجابية إن شاء الله. ندعو الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى الحوار المباشر بينكم وبين الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى. احنا يمثلنا المجلس السياسي الأعلى، الآن هو على شكل وفد واحد، ما عادش وفدين، هنشتغل براس واحد لا راسين. أرجو أن يفهم من كلامي، راس واحد لا راسين، سيف واحد لا سيفين، سيف واحد في غمد واحد لا في غمدين. شراكة، نعم شراكة مع كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع، والكفوة مش رشوة، ما بنرشي حد. من هي القيادات الفاعلة التي ستعطي بالنكران ذاك لهذا الشعب؟ نحن ما هذا المجاملات والكذا، أنا أعتقد أنها ستنتهي، يكفينا. أنا اعتذرت في خطاب من خطاباتي للشعب اليمني خلال فترة تولي رئاسة الدولة خلال 33 عام، وقلت أكيد لازم يكون للإنسان هفوات وجفوات وأخطاء، وقدمت اعتذاري للشعب اليمني، وقلت أتمنى على الشعب اليمني أن يقبل اعتذاري، لأنه التفوا حولي عدد من الفاسدين، عدد من الفاسدين والمفسدين. أنا آسف، لا أعرف ما في قلبك، أنا أخذتك شكل هكذا لأن أعرف ما هو المضمون. مكروا ومكر الله بهم. طيب أنا أحط ما أخفيش إنه كثير فاسدين، وكانوا متمطلع وكانوا جميلين وكلام منمق وألفاظ ومصطلحات، لكن كلهم معظمهم هذي خرجوا صفاهم المؤتمر، صفوا بسهم وطلعوا من المؤتمر الحمد لله. يعني شوف التعددية السياسية، أنا سأتحدث يوم 24 أغسطس إن شاء الله، ودي تفاصيل إنشاء المؤتمر الشعبي العام وتكويناته وحواراته والميثاق الوطني، سأتحدث إن شاء الله في 24 عبر المسيرة كيف جاء الميثاق وما الميثاق وما إلى الميثاق، وكيف انت وكيف شكلنا جبهة وطنية كاملة انطوت في المؤتمر الشعبي العام كل القوى السياسية في إطار عمل جبهوي، وجاءت التعددية وصفينا، وجاءت الأحداث في 94 وصف المؤتمر، وجاءت الأحداث في 2011 وصف المؤتمر. آخر جولة تقريبا الحين احنا في آخر جولة لتصفية من تبقى من المسؤولين داخل المؤتمر والمتنصلحين، نحن في آخر جولة، آخر جولة لن يبقى إلا
لن تبقى الا الروائح الجميله، الروائح الجميله والرجال اصحاب المبادئ والقيم والثبات. نعم، اعصبوا على بطونكم بالحجاره، نحن في وضع استثنائي، في وضع اقتصادي سيء، في وضع اقتصادي سيء. انا اتحدث كعنصر حزبي، انا مالي دخل السياسه الحكومه وهذا على الدوله، انا اتحدث كحزبي، لكن افهم من متابعتي ان الوضع الاقتصادي صعب، الوضع الاقتصادي صعب. فان شاء الله المجلس السياسي يتحمل مسؤولية ويبحث عن الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص. إن شاء الله يتوفق المجلس ونحن عونا للمجلس، وإن شاء الله أخواننا في مجلس الشورى وهما أنا أطلقت عليهم مجلس الحكمة أن يقدموا الاستشارات، تلو الاستشارات إلى المجلس السياسي الأعلى. التفاصيل أنه المجلس السياسي ومن هم ومن هم، مجلس سياسي هذه بضاعتنا، هذه بضاعتنا، قدموا الاستشارات إلى المجلس السياسي الأعلى وإن شاء الله يتوفق المجلس ونحن عونا له. تحياتي لكم جميعا ولمجلس الحكمة، إن شاء الله ما يقصر. أعتقد ما نطورش، الطيران بيحوم. نبشركم اليوم هذه الضربة الثالثة اليوم في سكني الخاص في الحصن في بيت الأحمر، ضربوها الساعة 7:30، يا حيا وسهلا. ضربت والمضروب وقدوا مضروب، ما كل خبيط من تهتز ولا شعر، من هنا ما تهتز ولا شعر. قال صاحب معصي مدى طالما من صمعي بخي، ما يمكن نزحزح. تحياتي لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.